يكون عندك عندك الرغبه. انا واحد مثلا الربع، انا واحد برتا الربع، انا الكوسر الربع، انا الميدا الربع، انا العك هذا الربع، وحبات كل دقيقه كنت انا كنت قصا على يمين كل اسبوع حصان انا واحد نقول الربع ما كوح الى واحد نقطه اعظم عدد وانا بلان سيرفيس وانا بلان سيرفيس بعد انا عاد كتبت الاتيكل وحط في رسام سكرين في كلام في الكتاب مركز بلان كسميس قرب كسب تحال وإن الأكشن سميس أكشن قرب كأفراد وحوي إلى سميس كوميتمنت وحالي هذا والرغبة والتخطيط والتنفيذ والصبر وأنا أنت سميس ومركز قرب إلى الأمر هاي الرغبة وإلى سميس قرشو وإلى فكر كنت فيه قرشي أسميس وإن حتى قرشيكو أكار أصابتو هذا أنت أستغمرش وتكون ريسا وحاولت أن أذكر إنه مساحة قطرة هوي قفكو هو هيا رطبة أستغل التخطيط ثم يسمى أكشن صغيرية صغل التخطيط هاي بأكشن صغيرية وريريا قفكو مركو ورا رمحاء أعيا وحلمي دي هينين انتو بابو القرحان قاس كبو السدين أصور نافيجيشن هي وحباء هي سنين هي ما بس كذا قاتشين ويرمي عليه لا يعلم الجوع ويعلم الجوع ما بروحه ما من يابو سنو درايف كراي بابو قات بابو كيو جاز كبو حسين وس كذا قاتة أصور سيستم هي وحباء وذنين هي ما حكنا جي بي إس هي وحباء سيستم وفكوا درفع سو مين جو صار ما فكاس نرش أنا أساس أنا هو إنه عادي أنا هو الجوعنا هذا هو المصور على البحر مع القلاية والحدود كان على الواس أو حكى ضمته واسكسع وحات صارها استلك كان أشياء خير الغشة نك أرض جاء فيزا وصل دري وحبوب برا يا سكول كوس كتر على بشر وحب الأول يا سكول مركز شد الأرض والله سمستر كان على ضو أيوب بدلا وحوك على كلية كان مركز شد الأرض مع كلية كلا مركز شد الأرض مع كلية كلا خشنا نبى وقية مسكين جو بلد بسنا جواب على كقرحان طلع مو بسنا قشلنا بالمركب طيب عطيت كعاء ودرايم حياة ومسألة جو كلها وعرّا يعني حليم القرى هذا مخالع ما لين توصل شيء كسر عمر ما لين مسكين كل يوم يسوي حساب قشلنا هدو قفقو قشلنا حين إخواني وأصروا حقيقة إنه ولدي وحكسي ده هذو فعل كي انتو سمعيه وكم الحالي وانه صالح مركو اكدنو ورسيه كوميتمنت وقدره وحنا شاف الخلطة سكولية شاف واقع لواحد صغير يعني وين ما رأي شيء وين هي مركو وبابا يا صوم اقفكي وحنا بقى اخي تدي مطلقة براني سمع انت راح كلا صغير انت راح تلاوة دل خالي قرش السمع وحنا دينا سمعيس مركو قرش السمع صوم فعل كي سمع مركات في ملك سمايسو وحال كتر تا كوميتمنت او صبر كتر صبر هذا هو حكومة كان او صبرتو والجانسة وحقيقة والجانسة او صبرتو والجانسة هذا هم انت كم بحدي او سعرت انا عكلا مجالة او ترافيك قبصو او صبر وصول مبانسة صبر هذا صبرتو والجانسة مركا صبر وانا قدرت وحال كلام في رسالة مرحبا بقفكم انه قرشة سمعية هذا وحان رواه انا بتجنيو هذا الدواكة يستطان لصباح انا بسالة بتجنيو ضغط السالة انا بتجنيو اخي العزيز بتاب من الفلسي في كيميا بتاب من الفلسي هذا المسكح يكون تجدد او حبوق او كويسة او اسكان مصاب من الفلسي صدح ساعة او ساعة او لو حد كيف فكرتها نرشع الله معه محاط النرشع محاط النرشع أنا ما كان عيالك يوم حنا الوالدين تري سؤال وهو حاضر وشاهدين على وحقنته مصاحبته أنا ضارته هذا وحنا اللي
وحقوقنا إنا وراء لكن كلنا نوري إنا وحقوق وحقيقة سادس قدام أمه لا تكن الله من تتكلم هذا عادي لن تقول تكذب على رش أنت كنت تكذب أفوي برا هذا سامي سمع كل يوم سامي وحقيقة ما هو هذا لا إنا كان نفس الدكتور محق نشاط سالم محق نشاط وجوه هذا فرع حقلي هذا حب ضرب النساء بفيد حق جوس النساء هذا عكس طبعا النساء تاس وفرو الله كان طبعا لكن إن جنرال واحد ورد السيد الأدون كان محق الجوب كان أحوان موشا بصبع جو أطلع قوصة بحث وهذا عمد إني قوصة بحث وحاقنه الدون كان أجوغا إنا ألعب مثلا قطع وحاقوصة بعيزة أنا إذا ما روشي إذا وحاقي أمه يمسدنا قرآن كارت نبقى وحاقوصة بعيزة أنا إذا وحاقي أمه يمسدنا العقل وحي قوصة بحث ولا قرآن وحالي إلى هذا حصيلة حصيلة سوحوية فكر وحاكسوا على الحلحة هذا مثل هذا تصانع هو كابسنا وهو كابسنا هنا وحالي ما كان فكري صار إني سينا هذا تصانع قاعد أكون بصندوق وحقي صبح أني وحق إنه والله إن القرآن كبرت مرق وحقو قرية حسينا القرآن نبقو قرية كلي قال يبوب ما قال إنه حقو قرية القرآن سؤال لو أنت اسمه دينا وحاسنا يا قرآن كم حق ضرنا يا ما الهدف what's the purpose What's the reason behind it? Why are Quran kubarnaya? وحديث صبح حسب جوابا وحن قرآن كبرنايا هذا السؤال شيء يدك إلى جوابا Why Quran كبرنا؟ حن قرآن كبرنا؟ إلى جواب إن أكو انتفاع مثلا إن أكو انتفاع أدون كي آخر وصح قرآن كوالو انتفاع أدون كان والو انتفاع آخرنا والو انتفاع صح؟ لكن إنا كل انتفاع وحنقرأ يا قرآنك وحنقرأ قرية إنا كل انتفاع وحصيلة دي يوم هدف كيوين وحاجي لك افتمرك قاكو إنا يصبح بحل الجواب كانت تدول بحقرانك قرآن يسا وحنقرأ يا إنا كل انتفاع وهدف انتفاع عوامح مثل إنا أخر وانتفاع معك إنا الأجر كهر وحاسوي الدنيا هتان أخيرا أجر كهر لم حكف إيليا وحكف إيليا مثلا إنا الجنة قال وإن هتان جنة قال لم حكف إيليا إنا راح يستوى سعالكم ولا مركا فكرت حصيلة كل صباح حصيلة لو حكوا لي هدف هدف قوام حياة كلها هاي إنا أخيرا إنا برتو هذا هو حق السري إيم أنا غاية غاية ومحي إن الله تعالي إيه المخلوق مثلا وحق السري سري هدرة غاية كلمة مثلا وحق السري سفاينا الخارج الله غاية الحياة إن أنت نظر كما أنت راح يسر أنت سعي صباح مثلا قبل أي مشكلة هي سفاية وحي أتمل من دبك برنامج تنسيقنا هذا عن سنعياء سؤال وأخطر عنه نفسانية ما بسألك ويدوه وحليل محام روش على كومه يمسان أضربتها وربا إنه برو سيد الرسالة الوقت فلو قريب ما قسم حيث إنا مبعضون كنتو تباي أكار إذنك هذا الحق أي سعاد إنا موتا كنتو ماشا موتا كنتو ماشا موتا كنتو بقى إنه يمسان إنك عربية سؤالك ويدوه وحليل هرداد قريت حد كيف إليسا سيد التاني وقتك إنا سيد كريستو صح نبقى الوقت بنا كان قابل هذا وحكو الناس علي محال هذا الوقت كسيد كريسة كفا إليسا more production إنا النور إنا واحد بنا سوى صعب وحق الوضع اللي بصع على الهدان بابور وتعامل وطوطو إنا ماشا غري قارو ووحكا سوى قطو ونصول نبضو واسكون كيجي عن طبق عن قلاس قطو صلا إنا سوق هذا وحكا سوى قطو عرطي لأمطو كريو دوسي جيدا ودع بابور ومور production وحو ويدي حتى مور برودكشن يمكن حد كفائيزه وحكي هابينس انا هابي اهو كفائيزه وحي حتى هابي اهاتي ما كفائيزه سيت الله ساتسفاكشن انه الهي هو ساتسفاي نقول الله تعالى قليل ارضاء الله تعالى انتصر الله وغايه الغايات
في الأخ العزيز مركز الاتصال هذا إنا سميسو وإنا مرمر بكفة كرتيب محاد بطا واهي عقر بطا محاد كفة إليسا محاد نتيجة وكي ماليسا حقين قدام بين دورا واحد واستيب سمع وحادي لكفت مركز قاركو ضد قاركو إلي فكران أو أسلوهات سيضب محاد روا مقدمي كوصة أحضر شن أما أفر أما صدح وعبه قوة للداية وحيصو بحضر أنا يوحى إلمه يمسلنا القرآن كبرت وحكرا مهيم إيه أين نقوشه وحكرا مهيم إيه أين نسكول بكتب وحكرا مهيم إيه أين العك بحيط وحكرا إلى أفر طول القرآن التعليم المادي مثلا سكولك عادي الزواج مثلا قولك إيوم مدي أفرادها هاي العك أنا العقل أو شخص. من دول بمرة وحنا مستمعين يا دول دول كدول كاسة سرية إن فاينل تارجت مستمعين هذا أفر شيء لو رش شيء إيه هو مهم سنة أخي العزيز لو رش على ما يغير شيء بقى هو مهم سنة هذا أنت وقفته من دول قدام تأكل كدول معه وين مستمعين واي عم تكلم محن كلام محن برا إن تهدي وحنا وعمرك هذا مبسيش كاسو قاري حرة مثلا إن الصنع إن القف كاستعاو نشر كرتك على صبع قصة عيسان تهد واحد ممكن يمسل الأمور مش يكوين وانا رشد مش يكوين لك أمو يمسوي سبحان كيف يمسل أخوان كانت العامة في الحياة هذا ربعين صحيح هل حبو أو جنرالا أو نرش أو إنما ما هي ناسين. إنت على قوة جديدة كأجل. وحلاقك في رسالة. حلايا إنت فكرت. وحلاقك كليا نرش على وح أمور يوصل أو عقول نرش أدوك الجود. ومد عامك ورسالتك في الحياة. أنا ملكي أنا فكرت. ما بفرست. وان فكري وان تخطيبي وان قرشي وان رفقي وحقي صبح ري إنا يتسال ليدا نورش أقدر أي تهي أفر أهل وكلي وحقي صبح ري أنا وحق أمه أولا إرضاء الله تعالى إنا الأمر هذا كلي وأن أعيش سعيدا إنا نورس عادلة كل وراء وأستفيد من وقتي وقته إنا كفا إلي استر وأفيد للآخرين ذكر كلنا أنفع إليه فين أخي؟ قف كستقعنا جميل أرسال راسو كلم لي محاولنا الشاهدين المويتي محاولنا يسأل وحاولنا اللهي أولا إرضاء الله تعالى إنا الله تعالك ثانيا أن نعيش سعيدا إنا سعادة كنا الله ثالثا استفيد من وقتي وقتي إنا كفى إلي رابعا أفيد للآخرين تذكر إنا كفى إلي أنا إنت سأقوم الله وإن كان اللي قال فروع دي مرشد إنت فروع دي اللي قال أصلك وإنت وحان فرح الله مركا قف كستو أنا جميدا هذا القائل السينة تو فكروا إنو رسالة مرشد كليه هل لا يك هل صدر لا يدير يكبر حقا مش احنا شو جبتهم حقا دوكم جبتهم انت كلي ايقر تقل المكيس حطات وحكا لأولودين انا لمدة عن شيبي او كالكا لبلقاء انا ارضاء الله تعالى انا على ذلك اليوم اعيش سعيدا سعادة انا اكون مرابو استفيد من وقت وقت انا كفى ايدي استو وفيدا للآخرين دفك انا مفايدين متكتب الله بركة مرك أن كهل ضيّن إخواني رسالة أن كهل ضيّن وحالي هذا سدامك قرن يا رسالة يقول إني سحسن بعد سدامك قرن يا مشين كيجا نرش إنه سحسن يك أليه حديث كرت هذا أرض تاعه شيخ أليه مشين كيجا نرش أمي مستوى حوالي أنا وحبيت وديك وحبرش كل يوم تكون كتار ما رش هذا أضمن وحبرش لكن أخي العزيز حتى
هذا الابتئال كوس حسن هذا مش كذا أفرط هالشيء هكون هالجري من ضبط وحكاية أولا ربك ربي جاوا إنه كل حموض ذا مش كذا مش ربي لا أنا وفشل صح أولا ثانيا نفسك نفتها أنا وإني كل هالجري نفتها هالبان حنفتها الأصلين زكت الله أنا تركت مع سنتها صح ثالثا الآخرين تركك يا كرو أمك عليهما حاس قال عبودا خويلا أبا حتى أنا أصلص غايات أخرى وحياة بكرة ونرجع عبودين بهذه الجرا حتى أفرض هالشيء أي كل شيء قمته if you mention all these four in your mission مشي كلام سحسي وإن الله أكهدش وإن النقطة هذا كهدش وإن الإهل كاي كهدش وإن أمورها كالكهدش أفرقت هذا أفرقت منذ المهد كلمة كسوة قادة أنا محايد إلى هداية إرضاء الله تعالى إن الله بهذه القليلة أمورها صلى الله عليه وكو أن أعيش سعيدا إن النور سعادة أمور هذا أمورها والله بصمع ثالثا محمد هاي استفيد من وقتي انا وقتي كفائي وافيد للاخرين دقيقه انا افيد واهل كيغا واركضيغا وصاحبي ومجتمعي انت افرت سهلان هذا ربي هم نوطه اطلس طبعا انك انا يومي لك سعر الله قال لك كل مجرد كل مجرد الله كربقي انا وحبرتان ضرع انا وشقي استان ضرع هي اللي هو ضرع كل مريز الله كعسل وهم حيرك عادي على إذا كان حيرك مرة هالمعنى وهم بريورتي نمبر وان صلى الله نفسك النفط هذا لها هالمعنى نفط هذا هالمعنى هكذا فكين ندك كلامنا ربما ندك كلامنا كيف فكرة وقتي أنا وطل قريبا على المعنى ربا الله أمي بمي شيء قيته كلمة الحمال بيوتسال أسوق هذا قرار من درس الهندري لو حيتي قولوا لي يا شيخ طارق أمي لو حال صدق هالشيء عن كريم عندي يدك أبوه بي أبوه مع أبوه خطص على كسر وديك سجوني عندي متك الله بعض لا أضيع أبو كريم متك صدق حالي عرض